السلام عليكم، مرحبا بكم الزول في اللون. مرحبا بمشتركين الجدد، مرحبا بالمشتركين القدم الأوفياء. شكرا على التعليقات الجميلة والمحفزة. اليوم نزير مع بعض، نواصل في سلسلة ملابس الأطفال. عندي هنايا قطعة قماش شوازات، تقدري تخدمي قطعة شوازات ولا كريب فرواسي. نطوي القطعة على أربعة. بالنسبة للقياسات اللي نسحقوهم، ناخذو لا كارور دوفون، يعني فوق الصدر بشوية، نقيسو بالمتر وندورو المتر على الصدر، وناخذو الربع تاعو، ربع دوران الصدر، يعني لا كارور ماشي الصدر. هنايا نديرو 5 سنتيمتر. بالنسبة لحالة الإبط، ندورو بخمسة ونهبطو بخمسة. أسهل طريقة هذه هي، لأن ما نديروش لي مونش، راح نديرو لي بروتيل. هنايا ندير 5 سنتيمتر وندور نصف حردة الإبط. بالنسبة للصدر، بالنسبة للطول ناخذو 25 سنتيمتر فقط، لأن القياسات هذو بالنسبة للطفل عمر سنة ولا سنة ونصف فقط. حتى نموذج كبير، هذه هي القياسات اللي تسحقوهم. موديل سهل. اليوم نركز لكم على ليمونش، هذو ليمونش تاع المروحة. هنا ندخل بواحد سنتيمتر ونروح إيفازي حتى لتحت، نطلع بزوج ولا 2 سنتيمتر من هنايا باش ما تجيناش طايحة، هذا اللو ما يجيناش طايح. بالنسبة للتعديلات اللي نديرو، ماشي تعديلات كبيرة، نهبط بواحد سنتيمتر في الجهة الأمامية هنا باش نفرقوا الأمام عن الخلف. هذا مكان، نهبط بواحد ونص سنتيمتر إلى 2 سنتيمتر. هذا بالنسبة للأمام، هذه هي، هذا الأمام وهذا الجزء هو الخلف. فوالا. الآن سحقوا لي بروتيل. ناخذوا شريطين من القماش يتركبوا بهذه الطريقة. دوك نعطي لكم القياسات. الأشرطة في الطول تاعهم 30 سنتيمتر، وفي العرض فيهم 8 سنتيمتر، يجو هكذا على شكل بروتيل. عليهم نركبو ليمونش، هذوك ليمونش. بالنسبة للتفصال تاع ليمونش، عندي شريط طويل، زوج أشرطة طوال، الطول تاعهم 50 سنتيمتر، والعرض تاعهم 12 سنتيمتر، إلى 10 إلى 12 سنتيمتر، والطول فيهم 50 سنتيمتر، لأنه راح نديرو فيهم ديفرانس كشكشة باش يجينا لكم فيه ديفرانس. يعني نديروهم على اثنين، نطبقوهم على اثنين، نفصلو او ميم طون هكذا، نطويهم على اثنين ونزيدو نحطوهم واحد على الاخر. نجو من الفوق، من الجهة الفوقانية، ندورو بقوس هكذا حتى الاكستريميتي، يعني حتى النهاية تاع القماش. بعد ذلك ندير لهم كشكشة حين يصغاروا بينسير على ماكينة الخياطة. نوري لكم طريقة اللي نديرو بهم نركبوهم. هذه هي، بعد ما نكشكشوهم من هذه الجهة المستقيمة هكذا، يا على الماشينة، نكشكشوهم بالماشينة، نركبوهم في ليفغوتيل هذو، يجونا هكذا. يا هذه هي النتيجة اللي نحبو نحصلو عليها. فوالا. voilà.
بالنسبه للتركيب هذا لي موش رانا ركبت الاول، درك نركبوا مع بعض الثاني تفهموا كيفاش. قبل ذلك لازم ندير ثانيه من الجهه المنحنيه، لازم ندير ثانيه قبل ما ندير لي فرونس، ندير ثانيه. كما تعرفوا الكفه الدائريه هي اصعب كفه، دونك نكفوها على 0.5 سنتيمتر ونعاودوا نثنيو ونعاودوا نثنيوها مره اخرى، لانه دائما تجي الكفه الدائريه اصعب كفه، يعني حتى بالنسبه للناس اللي يعرفوا يخيطوا. هنا راني نثني 0.5 سنتيمتر، شوفوا في الدوران كيفاش يجي صعيب. اللي عندها اله سيرجي ديرلها سيرجي سيرفيلاج احسن احسن من هذا الكفه. فوالا راني درت الكفه الاولى، نعاود ندير ثانيه واحده اخرى باش ندير الكفه الثانيه. هذه اسهل طريقه باش تجيك الكفه الدائريه سهله. بعد لازم ندير لها لازم تروباسيها، يعني لازم الحديد. اللي بقات معايا حتى الدرك نقول لها شكرا شكرا بزاف. فوالا هاي لك الكفه. بعد ما كفت الجهه الدائريه نمشي للجهه المستقيمه تاع هذاك الكم وندير له كشكشه، ندير له ثنيات. قبل ذلك نخلي 2 سنتيمتر مورا قبل ما نكشكشهم، يعني كل ما نمشي 1 سنتيمتر ندير لهم هكذايا. هذا هو المونش. نخلي 2 سنتيمتر هذو ما ندير لهمش كشكشه، وندير بوين داغي. ناخذ هذا الكم وناخذ الشريط تاع البروتيل، هذاك الشريط نحي، نخلي 2 سنتيمتر من الجهه الجهتين ونركب بهذه الطريقه. نركب هذيك المونش بهذه الطريقه، ندير لي نستعين بليزيبانك. هنا نركبهم اولا، تحبي ديري ديريكتومون بالخياطه لكن نفضل تركبيهم بليزيبانك وتخيطي تركبيه بهذه الطريقه اولا. هذه الطريقه تمكنك انه تجينا الخياطه كامل من الداخل ما تبانش على برا. هنا راني نخيط ونحي لي زيبانك. نخيط على بعد 1 سنتيمتر باش نثبت هذاك الكم مع الشريط تاع البروتيل. ندير بوين داغي ونزيد. درك تشوفوا كيفاش نغلق الكم، شوفوا كيفاش. بالنسبه بعد ما خيط بهذا الشكل نمشي نطوي هذاك الشريط، ندخل كامل الكم داخل هذاك الشريط. هذاك الكم كامل اللي فيه كشكشه نديرو داخل هذا الشريط، نخيط من الفوق باش من بعد نقلب. هذه هي الطريقه، ومن بعد نخيط من الفوق. نخيط من هنايا ونقلب هذاك الكم، نخرجو على برا، تجينا الخياطه نظيفه من الداخل ومن برا. هذه هي سهل، طريقه سهله برك، تبعوا الطريقه. اللي بقات معايا حتى لهذه الدقيقه نقولها شكرا على المتابعه، ما تنساونيش باللايك والبارطاج. هذا هو الكم اللي كنا نخدمو فيه بعد ما نطويوه طبعا ونكويو كامل الخدمة تاعنا باش تبان. نجي ونحطو نركبوهم بهذا الشكل بلاك الاتجاه تاع درك. الان ديروا ثانية في الإبط وثانية في الصدر. بعد ما درت ثانيات نجي ندير هذا الخياطة. شوفوا الاتجاه يجو متقابلين، يجو البروتيل البروتيل قابل البروتيل، صافي. لازم تكونوا تركزوا عند الخياطة عند التركيب. ثبتوا الجزء الخلفي مع الخلف والأمامي مع الأمام،
نركبوهم كامل بالخياطة، نثبتو مليح بالبوان داغي. وهذا مكان. بالنسبة للجزء السفلي تقدري ديري لها صالوبات يعني سروال، ولا تقدري تخدمي بها تخدميها انجيب. انا درت فقط انجيب ودرت لها لاستيك في الخصر، الشيء هذا اختياري. الان نركب الجوانب، نركب الجوانب وهذه هي النتيجة. بالنسبة للأسفل قلت لكم درت لها انجيب، تقدروا دير لها ان شورت ولا ديروها فستان.